أشرقت شمس ربيعية دافئة بعد تلك العاصفة القاسية، وكان ديكون وماري قد قررا أن يأتيا بكول إلى الحديقة السرية ليطمئن على الأزهار فيها بنفسه. ماري وكول ينتظران وصول ديكون الذي تأخر عن موعده على غير عادته. بدأت ماري تشعر بالقلق على ديكون وكذلك كول. تأخر ديكون كثيرا. صحيح، تأخر ساعة، لكنني أخشى ألا يحضر هذا اليوم. هناك سبب ما لتأخره، أتمنى أن يكون غيابه خيرا. هذا ما أرجوه. لقد وصل ديكون. نعم. ديكون لماذا مارسا؟ ديكون لم يحضر بعد. الدليل البارحة أنه سيأتي إليك يا سيد كول. ترى هل نسي الموعد؟ ربما. مارسا، كيف سأجد أخاك ديكون؟ لست أدري أين يمكن أن يكون الآن يا آنسة ماري. أنا سأذهب للبحث عن ديكون. يجب علي أن أجده. ترى ما الذي حدث معك يا ديكون؟ أعرف أنك قلقة عليه يا باتي. ما العمل؟ ماري! أهلا كاميرا! هل رأيت ديكون؟ ديكون؟ لا، لم أشاهده اليوم. لم تشاهديه؟ ربما بقي في بيته ولم يخرج. باتي، سنذهب إليه. وداعا. مهلا. أنصحك أن تلازمي المنزل هذه الفترة. ولماذا؟ ينتشر الكثير من الأمراض المعدية هذه الأيام، مثل التيفوئيد الذي قضى على عدد من الأطفال. وهل أنت متأكدة؟ نعم، ومنذ قليل توفي طفل صغير. ماري، عودي إلى منزلك. لا، سوف أطمئن على ديكون. لكني أخشى عليك من العدوى. أرجوك أرجوك عودي إلى المنزل بسرعة. أرجوك يا ماري، اعملي بنصيحتي. عليك أن توصلي هذه الرسالة إلى كول. هل هذا مفهوم؟ توقف! ما بك؟ ماذا تريدين؟ أريد الذهاب إلى بيت ديكون، هل تعرفه؟ نعم، بالتأكيد أعرفه. تفضلي يا آنسة. شكرا. أوصلي هذه الرسالة بسرعة. هيا بنا. هيا. إنها أصوات بكاء ابنتي. أعتقد أنهم يبكون ميتا ما. لقد سمعت بوفاة طفل منذ قليل. نعم، إلا أنه توفي بالتفويض. أرجو أن يكون بخير. إنه مرض معد وخطير. بيت ديكون لا يبعد كثيرا عن هنا. شكرا لك يا سيدي.
أنا مشغول جدا، لا أستطيع أن أوصلك إلى منزله. شكرا لك، مع السلامة. هاي. ليس موجودا في الفناء. من هناك؟ أنا ماري، أريد رؤية ديكون. مرحبا سيدتي. أهلا بك، أعتذر إليك، لا أستطيع دعوتك إلى دخول المنزل. ولماذا؟ ابتعدي من هنا، أخشى عليك من العدوى بمرض التيفوئيد. أرجوك ابتعدي. ها؟ ترى من هو المريض؟ من أبنائك أصيب بالمرض؟ إنهم توهمي الثلاثة، أما البقية فأرسلتهم إلى بيت الجيران. هذا مؤسف جدا. عليك أن تحذري العدوى. سأكون حذرة جدا. هل تبحثين عني يا آنسة ماري؟ ديكون، قلقت عليك كثيرا، لما تأخرت؟ إنني أساعد أمي، حصلت على مقدار من الحليب لإخوتي. شكرا لك يا بني. أخشى عليك المرض، احذر. اطمئني، ديكون حذر، يأخذ جميع الاحتياطات اللازمة كي لا ينتقل إليه المرض. هل تسمحين لي بالدخول لأطمئن على التوائم؟ لا يا ابنتي، من الأفضل ألا تقتربي منهم مطلقا. ابقي في المنزل ولا تخرجي كثيرا هذه الفترة. ديكون، رافق الآنسة يا بني، عد إلي بسرعة، سوف أحتاج إليك. هيا ذهب الآن بسرعة يا بني. هيا بنا. عندما سمعت من كاميرا بانتشار الأمراض المعدية خشيت عليك كثيرا من الإصابة بأحدها. ما دمت أتجول في برار موال جميلة وأتنفس هواءها العليل لن أمرض أبدا. لقد انتظرتك اليوم. أنا آسف جدا لعدم التزامي الموعد، بلغ اعتذاري لكول. لا داعي لأن تعتذر أبدا. أريد ماري. لم تأتي إلى المنزل بعد. لماذا تأخرت هي الأخرى؟ هيا أحضروها لي حالا. ولكن نحن لا نعرف أين ذهبت يا سيدي. اهدأ، سأدع مارسا تبحث عنها وعن ديكون. قالت لي إنها لن تتأخر. أعرف. ميدروكو، ماذا تريد سيدي؟ إنني قلق. ها؟ هذه باتي، فأين هي ماري؟ لا أعرف أين هي، وجدت باتي وحيدة في فناء المنزل، وفي عنقها هذه الرسالة. لمن؟ لم أقرأها سيدي. إنها لك يا سيدي. أعطني الرسالة بسرعة يا ميدروكو. عزيزي، مرحبا، سوف أتأخر، لا تقلق. هناك أمراض خطيرة ومعدية قد انتشرت في موا، ذهبت إلى بيت ديكون لأطمئن عليه. ماري. ماذا؟ ما الأمر؟ أصحيح أيها الطبيب أن هناك أمراضا خطيرة ومعدية قد انتشرت في البلدة؟ للأسف أن كل ما تقولينه صحيح يا سيدة ميدروكو. هل هناك إصابات كثيرة؟ أجل يا مارسا، ومعظمهم من الأطفال الصغار، فقد قضى 5 أطفال نحبهم خلال اليومين الماضيين. يا إلهي احفظ إخوتي، أخشى أن تنتقل العدوى إلى الآنسة. إذن يجب أن تفحص، وسنعزلها فترة من الوقت. مارسا ساعديه. حاضر. ناتال ابقي ملازمة كول. هنري يريد أن يفحصك، تعالي معي بسرعة. لماذا يفحصني؟ لم أصب بالعدوى لأن أمك لم تسمح لي برؤية إخوتك. ماذا قلت؟ إخوتي مرضى؟ أنتما هنا؟ ماري، دعي الطبيب يفحصك. لما يفحصني؟ أنا لست مريضة يا سيدة ميدروكو. لنطمئن. كما تشاء. سنعزلك في مكان حتى تنقضي مدة احتضان المرض، وإن كنت سليمة. سيدة ميدروكو،
أنا لست مصابة، فليعاين الطبيب الأطفال المصابين بدلا مني. هيا أرجوك. حسنا، سأقوم بتجهيز حقيبتي. أرجوك أيها الطبيب لا تضيع الوقت هنا، اذهب وافحص إخوة ديكون. إذا لم تنقذ هؤلاء الصغار فسوف يموتون، أرجوك ساعدهم. كفى، الطبيب هنري مسؤول عن مريض واحد فقط، هو السيد كول، ويجب أن يتجنب كل الأطفال المصابين كي لا ينقل إليه العدوى. ماذا؟ اسمع جيدا، إن اقتربت من أحد هؤلاء المرضى فسوف أقدم شكوى ضدك إلى السيد كوربين. ماذا قلت؟ أجل ومستعجلة. سأدعو كول لكتابة رسالة إلى أبيه يطلب فيها طردك من المنزل. ابتعدي عن طريقي. لن أبتعد. هيا ابتعدي. السيد لن يطردني من منزله، بل سوف يكافئني لأنني حريصة على صحة ابنه. نفذي كل ما أطلبه إليك، فلا جدوى أبدا من تهديداتك لي يا آنسة ماري، هل فهمتي؟ سوف نرى. مارسا، هيا جهزي لها كل ما يلزمها من ملابس وطعام كي تقيم في المستودع، هل هذا مفهوم؟ حاضر. توقفي، لا تذهبي. اتركي ذراعي. قولي لي، ما الذي تريدينه مني؟ لن أمتثل لأمرك أبدا وأقيم في المستودع. اتركني، دعني، لا أريدك أن تفحصني. اتركني، وسنك اتركني، اتركني. هوليئا. ألديك حمى؟ لا لا أبدا. ليس هناك أي أعراض للمرض. الحمد لله. لن نطمئن إلا بعد انقضاء مدة حضانة المرض التي تمتد إلى 10 أيام. إنها طويلة. في أثناء هذه المدة يجب ألا تخرجي أبدا يا آنسة. هل سنسجن الآنسة يا سيدي؟ إننا نعمل هذا من أجل سلامتها، إياك أن تخالفي تعليماتي. سأخرج لأساعد إخوة ديكون. سأطلب إلى ميدروكو أن تضعك تحت المراقبة مدة 10 أيام. حسنا، إن التزمت تعليماتك أتذهب إلى بيت ديكون؟ لا أستطيع، أخشى أن أنقل عدوى المرض إلى السيد كول. إذا مرض ابن عمك فستحملني السيدة ميدروكو المسؤولية وسوف يعاقبني السيد كوربين. سأذهب، كوني حريصة. حسنا، أنا سوف أساعدهم. لن يسمحوا لي بالذهاب إليهم، أنا قلقة عليهم. أرجوك لا تبكي، سوف أعمل ما في وسعي لكي أساعد إخوتك. شكرا جزيلا، ليس لنا إلا الله، نحن نعيش ونموت بلا رعاية، لا يكترث لبقائنا أحد أبدا. إخوتي مثل كل الأطفال، من حقهم أن يعالجوا. هذا غير صحيح، الطبيب هنري يرفض أن يذهب إلى بيتنا ليعالج إخوتي ويبقى إلى جانب السيد كول الثري والأناني. أنا آسفة، انفعلت كثيرا، أرجوك لا تغضبي. لا لن أغضب، سوف أنصرف بعد أن أنتهي من عملي. سآتي إليك، أتريدين شيئا أحضره لك؟ لا أبدا، أشكرك جدا. عذرا، ميدروكو أمرتني أن أغلق الباب بالمفتاح، تريد سلامتك. مارسا. باتي، صرنا سجينتين، سنهرب ونساعد إخوة ديكون. لا يمكن فتحه. حسنا، لدي فكرة، هيا بنا. اتبعيني بهدوء. نجحنا.
حاضر حاضر. أرجوك يا كاميرا أن تذهبي في الحال إلى بيت ديكون وتقدم المساعدة لإخوته التوائم المرضى بالحمى الطيفية، أرجوك. ماذا؟ الطبيب هنري رفض مساعدتهم. سأعطيك الدواء لتقومي بهذه المهمة، فأنا لا أستطيع الذهاب إليهم. أوه يا إلهي، لنسرع. ماري، عليك أن تنفذي كل ما أقوله لك بدقة. تعالي. هذا الدواء حضرته بنفسي لعلاج الحمى التيفية، خذيه معك، احرصي عليه جيدا. لا عليك، اطمئني. لا تنسي أن تعلميني طريقة استعمال هذا الدواء جيدا. سأعلمك كل شيء يا ماري. هذا الدواء هو مسحوق، يجب أن يحلل بالماء المغلي بعد أن يبرد، ثم تخض الزجاجة جيدا. هل لديك أي استفسارات أخرى؟ ما هي مواعيد الجرعة؟ وما المقدار الذي سيتناولونه؟ وهذا لم أنسه أيضا يا ماري، ستقرأينه مدونا على الورقة الملصقة على الزجاجة. هل لديك استفسار آخر؟ أخشى أن أغفل شيئا، لماذا لا تذهبين معي؟ لا لا، لا يمكنني الذهاب يا عزيزتي. إنهم في حاجة إليك، لا ترفضي مقابلتهم كما رفض الطبيب. لا تضيعي الوقت أكثر من ذلك يا ماري، اذهبي إليهم بسرعة ونفذي كل ما أوصيتك به. إن مات هؤلاء الصغار فأنت ستتحملين المسؤولية. أرجو أن تنجح ماري بالمهمة، وإلا فسأضطر إلى الذهاب إليهم. سوف أحضر لك ماء باردا في الحال. أحضرت الماء. جيمس اشرب قليلا. سأشربه أنا. لا تفعل، لا تشرب من هذا الماء، علمت أنه ملوث يا ديكون. حقا؟ هل أنت متأكدة مما تقولين؟ أجل، أنا متأكدة، أحضرت الدواء لهم. أخشى أنه لا جدوى من دوائك هذا، لقد أوشكنا أن نفقد الأمل بشفاء. ديكون لا تيأس. تأخرت عليكم على الرغم مني. لا بأس. خذي. كيف حالهم؟ كاميرا؟ شكرا لقدومك، أنا ممتنة لك. هذا واجبي، سأقدم لهم ما في وسعي. هل نساعدك؟ ديكون، أحضر الماء من النهر واغليه جيدا، هيا بسرعة. ماري، أعطني زجاجة الدواء. تفضلي، سأذهب لأساعد ديكون. سوف نغلي مقدارا كبيرا من الماء. نعم. ما بك؟ خالي سوف يزورنا اليوم. اخرجي من هنا ايتها الشريرة، هيا ابتعدي عن الصغار، اياك ان تمسي ابناء اختي باي سوء. اهدأ. كيف تسمحين لها بدخول منزلك؟ كيف؟ انا اتركها وشأنها. دخلت المنزل من دون استئذانها لأقدم العلاج للأطفال. إذن هيا اخرجي. أرجوك لا ترفع صوتك عاليا كي لا تزعج الأطفال المرضى، لن أرد على إهاناتك. سأدعو كل أهالي القرية للانتقام منك. حقا تماديت كثيرا. أهكذا تقابل إحساني إليكم؟ كاميرا. لقد أعطيتهم الدواء وسوف تظهر علامات التحسن عليهم بعد قليل. ديكون لا تفارقهم أبدا، هل فهمت؟ نعم سأفعل. شكرا يا كاميرا. Oh,
أنقذ أبنائي من الموت. أشعر بالجوع. أحمد الله كل حين على سلامتكم يا أطفالي الأعزاء. شكرا لك يا رب. أحبك يا أمي. أنا سعيد بسلامتكم. الشكر لك يا رب. القمر مكتمل هذه الليلة. نعم. ما أجمل النجوم المتنافية حوله. إنها تتلألأ في السماء كأنها المصابيح المشتعلة. نعم صحيح. أصرت ماري على مساعدة إخوة ديكون المرضى، فهربت من المستودع الذي احتجزت فيه، وذهبت إلى كاميرا تطلب إليها علاج الأطفال الثلاثة. استجابت كاميرا لإلحاحها وقدمت الدواء اللازم لهم، ولم تبرح ماري منزل ديكون حتى ظهرت علامات التحسن على التوائم.